هلا هلا، اليوم أنا حضرت لكم المطبق العراقي، طبق السمك. طبق السمك متكون من عدة أشياء. أنا أول شغلة اللي راح أخليها حتى أشهل طبقتي، خلينا المقلاية ونخلي الشعرية على النار حتى تتقلب، خلي اللون يتشقر، وبعدين نضيف باقي المكونات مالتنا. بعد ما الشعرية اتحمرت راح نضيف البصل والزبيب واللوز والباقي المطيبات كلها شي ورا شي لحد ما يتحمرون، وبعدين نخليهم فوق التمن. بعد ما قلينا الشعرية والبصل والزبيب، أنا راح أجيب أخلي السمك أقلي. راح أجيب الملح، هنا أنا هاي السمكة اختاريتها، سمكة قريبة للسمك النهري، وخال القدر على النار نفس القدر اللي أنا سلقت بيه التمن أو الرز. راح أقلي السمك. يلا هسه بعد ما قلينا السمك راح نخلي الرز فوقاته والباقي الخلطة اللي أنا سويتها. راح أجيب التمن أو الرز فوق السمك اللي نفس القدر اللي أنا قليته فيه، خلي طبقة بهذا الشكل وأرجع طبقة أيضا بهذا الشكل. بعد ما خلصنا وطبقنا راح نخليه على النار 10 دقائق ويكون خلاص طبقنا، ونخلي الزعفران فوقاته ويكون خلصنا هاي اليوم طبقي اللي هو المطبق السمك. شكرا لكم، وان شاء الله تتابعوني بحلقات اخرى.